ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا بكذا حشوة مختلفة. يلا بينا نشوف المقادير. عندي 5 كوباية دقيق، 2 معلقة كبيرة سكر، 2 معلقة كبيرة خميرة، 2 كوباية مية، 3 معالق كبار لبن بودرة، 1/2 كوباية زيت، 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر. أول حاجة هحط 2 دقيق بس في الأول، هقلبهم كويس. هضيف 2 معلقة كبيرة سكر، هضيف 2 معلقة كبيرة خميرة، وأفضل تبقى خميرة فورية، وهنقلبهم كلهم كويس مع بعض. هضيف 2 كوباية المية وافضل اقلب لحد ما يبقى عندي خليط سائل. هسيبها حوالي 10 دقايق تخمر وبعدين هكمل. هضيف 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر، هضيف 3 معالق كبار لبن بودرة. اللبن بودرة هو أساس العجينة بتاعي، بيخليها طرية وهشة جدا. هقلب المكونات على بعض. هضيف باقي الدقيق اللي هو 3 كوبايات دقيق، هضيف 1 كوباية 1 كوباية وأقلب لحد ما يتكون عندي عجينة. وافضل اعجن فيها لحد ما تلم. هضيف 1/2 كوباية الزيت وهكمل عجن فيها لحد ما تبقى عندي بالمنظر ده، اهي بقت طرية جدا وما بتلزقش في الايد. هسيبها تخمر لمدة ساعة لساعة ونص. هبدأ اعمل الحشوة بتاعتي. الحشوة بتاعتي عبارة عن فراخ متقطعة، بشوحها، 1 معلقة فلفل، 1 معلقة ملح، واخدها تشويح على النار. والصلصة بتاعتي عبارة عن 4 كوبايات صلصة، صلصة طماطم او طماطم مضروبة في الخلاط. هضيف عليها صلصة عادية، هضيف 1 معلقة زعتر، 1 معلقة ملح، 1 معلقة فلفل، 1 معلقة بصل بودر، 1 معلقة ثوم بودر، وهضيف شوية كاتشب، وهقلب الخليط ده كله مع بعض على النار لحد ما السمك بتاعي يتقل. هكمل الفراخ. بعد ما الفراخ نضجت معايا هحط عليها 1/2 كوباية كريمة. ادي العجينة بتاعتي بعد ما خمرت، شايفين منظرها عامل ازاي. هلمها وهقسمها 3 قطع، هياخد اول قطعة وهحطها في الصينية بتاعتي مدهونة زيت، وهفردها لحد اخر الصينية. اول واحدة انا هعملها تشيكن رانش، هفرد للاخر خالص، وانا هحشي الاطراف بجبنه حلوم او جبنه موتزاريلا. هحشي الاطراف بتاعتي دلوقتي جبنه حلوم او جبنه موتزاريلا صوابع بالمنظر ده. ممكن تحشوها سجق او تحشوها اي نوع جبنة تاني، بس انا اخترت الحلوم علشان طعمها حلو. هقفل الجناب كويس على الجبنة عشان ما تطلعش برا الجناب.
كده خلصتها، هشوكها بالشوكة وهبدأ أحط الصوص بتاعي. أنا استخدمت صوص الرانش الجاهز، طعمه حلو جدا. أنا مش هحط هنا صلصة البيتزا، هحط صوص التشيكن رانش. هوزع الصوص كويس وما زودش كتير عشان لسه هحط على الوش من فوق. هحط دلوقتي خليط الفراخ بالمشروم بتاعي، ويوزعها كويس. الكريمة عاملة طعم للفراخ، فاللي مش عايز يستخدم كريمة مش مشكلة، بس هي بتديلها طعم. هزود الزيتون، هحط طبقة جبنة موتزاريلا، واستخدمت هنا كمان جبنة شلل، هي جبنة سورية بس طعمها حلو جدا. هزود جبنة، هحط طماطم او هحط اي حشو انا عايزاه، وهحط طبقة جبنة موتزاريلا تاني من فوق. وتاني نوع معانا هيبقى اللحمة المفرومة. حطيت طبقة الصلصة بتاعتي وحطيت لحمة مفرومة متعصجة، حطيت زيتون، حطيت جبنة موتزاريلا وفلفل وطماطم، وهغرقها جبنة موتزاريلا. كده البيتزا جاهزة معايا، وآدي شكل البيتزات كلهم اللي خلصوا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة، وبعدين هفتح الشواية من فوق لمدة 5 دقايق، وآدي الشكل النهائي للبيتزا. الجبنة بتمط وطعمها ولا أروع. آدي التشيكن رانش معايا، هنقطعها قدامكم. شايفين الجبنة عاملة ازاي؟ روعة. استخدموا جبن مشكلة، جبنة حلوم، جبنة موتزاريلا، جبنة تشيدر، هتديكوا المنظر الفظيع ده. طعمها حلو جدا، وجربوها مش هتندموا عليها.